الفاصوليا البيضة. الفاصوليا البيضة دي أكلة مظلومة فعلا، والله مظلومة لأنها مش بتتاكل كتير، مع إنها مفيدة للجسم بطريقة لا يمكن تتخيله. الفاصوليا البيضة ممكن تطبخ طبعا بالصلصة الحمراء أو تطبخ بالصلصة البيضة، ممكن كمان تتعمل سلطة، وممكن تتاكل مسلوقة ومعصورة عليها ليمون. كل دي طرق لأكل الفاصوليا البيضة. وزي ما قلت لكم فوائد الفاصوليا البيضة للجسم كتيرة جدا، لسه ما قلتهاش أقولها بقى. إيه الفوائد؟ مثلا الفاصوليا البيضة بتحتوي على عنصر الملبدونم. الملبدونم ده اسمه كده، الملبدونم، وده من المعادن النادرة، وده له وظيفة متخصصة قوي في الجسم. إيه وظيفته؟ إنه بيساعد الجسم على إفراز إنزيم خاصة. الانزيمات دي بتساعد الجسم على التخلص من السموم. شفتوا قد ايه وظيفه متخصصه جدا موجوده في فاصوليا البيضه. الفاصوليا البيضه كمان غنيه بالبوتاسيوم. كل كوبايه من الفاصوليا البيضه بتحتوي على 112.8 ملي جرام بوتاسيوم، وده تلت احتياجنا اليومي من البوتاسيوم. طبعا البوتاسيوم مهم قوي، مهم لزياده الطاقه وتنظيم مستوى الكالسيوم والنوم المنتظم وعلاج الاحتقان، ده غير اهميته الفائقه في الحفاظ على صحه القلب والاوعيه الدمويه. وطبعا البوتاسيوم برده بيقلل تشنج العضلات وبيحمي من الصداع النصفي. الفاصوليا البيضة بتقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام. الفاصوليا البيضة برضو فيها مضادات أكسدة، يعني بتعزز صحة القلب والأوعية الدموية وبتحسن القدرات الذهنية. الفاصوليا البيضة برضو بتحافظ على صحة العيون وبترطب الجلد عشان فيها مضادات أكسدة وبتأخر علامات الشيخوخة. الفاصوليا برضو البيضة مصدر مهم جدا وغني جدا بالألياف الطبيعية. كل كوباية فيها 54% من احتياجنا اليومي من الألياف، ده غير إنها بتحتوي على البروتينات وبتحافظ على مستوى السكر في الدم بأنها مادة غذائية ذات مؤشر جليسيمي منخفض، يعني بتتحرق ببطء. الفاصوليا البيضة مهمة أوي.